السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر ملعب أحمد شكري بزمامرة، ولقاء الجولة 26 من الدوري الاحترافي الإنوي، لقاء اللي غادي يجمع بعد قليل بين فريقين نهضة أتلتيك زمامرة وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، فريق يبحث عن إنهاء الموسم في مراتب متقدمة، وفريق يبحث عن إبقاء أماله في الفوز والظفر باللقب. المستوى تقنية الفار أحمد أدردور والحسن أزقاو هما اللي غيقودوا تقنية الفيديو خلال هذه المواجهة. فوزوا في الدورين السابقين من منافسات كأس العرش أمام أولمبيك أسافي وأمام شباب المحمدية، كنقول بأن الخسارة منذ ربع نهائي البطولة العربية اللي كانت جرت بالسعودية شهر غشت واللي كانت أمام النصر السعودي، الرجاء لم ينهزم، وهذه أرقام كلها أرقام قوية وأرقام متميزة. إذا تعطت الطريقة ديال المواجهة والكرة اللي فادت فريق نهضة أتلتيك زمامرة، مشات الكرة في الجهة اليمنى، أول محاولة من الجهة اليمنى بواسطة لاعب محمد هبالي، اكيد بان نهضة أتلتيك زمامرة تواجد فورسي، تواجد هبالي، رفعت كره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع، تصل الكره لنوفل الزرهوني، الرجاء كيغيب عليه كل من يسري بوزوق هداف الفريق ومحمد مكعزي، تعود المحاوله المرتد الهجومي اللي فادت فريق الرجاء، ادم النفاتي، انطلاقه ديال ادم النفاتي، ادم النفاتي يسدد فرصه والهدف، هدف الاول اللي فادت فريق الرجاء بواسطه اللاعب ادم النفاتي، مرتد هجومي 40 ثانيه فقط كانت كافيه للرجاء من اجل زياره مرمى الحارس مروان فخر، اكيد تسديده قويه، مروان فخر لم يتمكن من ابعاد الكره، فرحه كبيره للاعبين وكذلك للمدرب الالماني جوزيف زيمباور بهذا الهدف. اذا ادم النفاتي مرتد هجومي كان خاطفا، كان سريعا، كان متميزا على مستوى التسديد، نتابع هذه الفرصه، كانت الراسيه تمريرة عند لاعب يوسف بالعمري، هذه فرصه لفيدت فريق الرجاء بالعمري لمهدي مباريك، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه للرجاء، تدخل وابعاد الكره، يوسف بالعمري داخل منطقه جزاء ولكن تدخل الدفاع الذي يبعد الكره، امامنا محمد رحيم، ادم النفاتي مراوغه ممتازه، هذه فرصه لفيدت فريق الرجاء، ادم النفاتي تمريره عرضيه، تدخل حمزه اي تعلال يبعد الكره خارج ارضيه الملعب، والركنيه لفيدت فريق الرجاء، تابعنا التمريره من ادم النفاتي. زمامرة كان صعد رفقة فريق رجاء بني بلال 2018-2019 وموسم الماضي اللي كيد الصعود مع يوسف طبرشي، محاولة تمريرة من نوفل العزروني وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع وإبعاد الكرة للركنية أمامنا نوفل الزروني، تابع هذه الفرصة وهذه المحاولة، انطلاقة من جيل وصلاة محاولة التمرير ولكن تدخل الدفاع لفيدة فريق نهضة أتلتيك زمامرة، تلعبات الكرة دائرية رأسية ولكن مشات فوق المرمى، فرصة لفيدات فريق نهضة أتلتيك زمامرة، كان ارتقاء ديال اللاعب يوسف خوتاري، تلعبات بشكل جيد من محمد هبالي، يوسف العمري كينفذ الشرط والحكم يوسف أتريكي يعلن على نهاية الجولة الأولى بتقدم فريق الرجاء بهدف لا شيء، هدف آدم النفاتي جاء في حدود الدقيقة الأولى، جولة أولى كما قلت بأنه كانت متحركة بين الفريقين، يسعى حتى أنه يحافظ على يعني المرمى ديالو عدم تلقي أهداف صابر بوكرين وباقي اللاعبين، غادي يحاول كذلك ايجاد الحلول ومحاوله اضافه اهداف اخرى خلال هذا الشوط الثاني، تعطى انطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه والكره اللي فادت فريق الرجاء، ما كاينش هناك تغييرات، كل فريق وكل مدرب احتفظ بنفس التركيبه وبنفس المجموعه، انس الغنوج لمحمد رحيم، كره في الوسط مهدي قرناص، عبد الحي فورسي، قرناص هناك انطلاقه ديال فرصه اللي فادت فريق نهضه أتلتيك زمامرة، الفيراد بالحارس، الفيراد فرصه الهدف، فرصه الهدف والهدف، هدف اللي فادت فريق نهضه أتلتيك زمامرة، هدف تعادل في بدايه هذه الجوله الثانيه، هدف بواسطه اللاعب يونس خوتاري يتمكن من وضع الكره في الشباك، هدف تعادل لفائده فريق نهضه أتلتيك زمامرة، تابعنا يعني التمريره كانت ممتازه، لاحظوا رده فعل ديال جوزيف زيمباور لان يعني انطلاقه من وراء ظهر المدافعين وبالتالي انفراد مع الحارس انس الزنيتي، نتابع هذه الفرصه ونتابع هذه المحاوله مره اخرى، محمد هبالي انطلاقه دخول داخل منطقه الجزاء يمرر ليونس خوتاري الذي يتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف التعادل لفائده فريق نهضه أتلتيك زمامرة. مروان فخر كيلعب الكرة طويلة اتجاه لاعب محمود بن حليم، تدخل محمد بلكسوت، كاميرا تمرير لادم النفاتي، ادم النفاتي مراوغة ممتازة، ادم النفاتي فرصة لفائدة فريق الرجاء، ادم النفاتي شو يعمل؟ ادم النفاتي يسدد الهدف، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء بواسطة ادم النفاتي،
آدم النفاتي، انطلاقة على مستوى الجهة اليمنى، دخول داخل منطقة الجزاء وهدف لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا آدم النفاتي كأنه يقول لباقي اللاعبين بأن كان بإمكاننا الوصول للمرمى وكان بإمكاننا استغلال الفرص، وفرحة الألماني جوزيف زينباور. الرجاء يتمكن من إضافة هدف تالي وأنه يأخذ التقدم في هذه الدقائق الآن. نتابع من جديد هذا المرتد الهجومي آدم نفاتي، دخول داخل منطقة الجزاء، لاحظوا المراوغة ثم كرة تعانق الشباك وهدف تالي لفائدة فريق الرجاء. الوقت اللي فريقنا ضد أتلتيك تبابنا كان قريبا من تسجيل الهدف. محمد رحيم، رحيم غادي يرفع الكرة بالفعل داخل منطقة الجزاء، وتدخل الحارس، تدخل الحارس أنس أزنيتي، والحكم يعلن نهاية المباراة بفوز فريق الرجاء بهدفين لهدف واحد. هدفي آدم نفاتي في الوقت ينسخ تاني سجل الهدف الوحيد لفريق نهضة أتلتيك زمبرا، انتصار الخامس على التوالي لفريق الرجاء، الرابع خارج الميدان والسابع عشر هذا الموسم.